الصلاة. اسمع يا أخي الغالي، إذا خسرت أموالك استعن بالصلاة، إذا مات الولد استعن بالصلاة، إذا صار بينك وبين زوجتك خلاف استعن بالصلاة، إذا ما وجدت وظيفة استعن بالصلاة، إذا نزلت بك مصيبة استعن بالصلاة، إذا ما استطعت أن تفهم آية في القرآن استعن بالصلاة، إذا ما تذكرت حديث قد جاء في حياتك استعن بالصلاة، إذا لم تجد بيئة صالحة استعن بالصلاة، إذا وجدت في قلبك ضيقة استعن بالصلاة، إذا نفر الناس منك استعن بالصلاة، إذا جفت أعينك من الدموع الخاشعة استعن بالصلاة، إذا آذاك الناس استعن بالصلاة. وين يا أخوة الكرام من هذه الآية؟ تنزل علينا الكرب وتأتي علينا المصائب، وتموت الزوجة ويموت الوالدين ويموتون الأبناء وتتفرق الأسر وتطلق النساء، من منا يقبل على المسجد ساجدا راكعا لله وهو يستشعر استعينوا بالصبر والصلاة؟ من منا يجد هذا الشعور في قلبه؟ من منا إذا حمل جنازة أبوه وهو يبكي وذهب به إلى المقبرة عرف أن الملجأ المحراب فأقبل على المحراب؟ من من أصحاب الأسهم لما سقطت أسهمهم كان مليونير في الصباح وأصبح مديونا في الليل، من منهم انكب على المساجد؟ من منهم سجد وركع؟ من منهم تذكر واستعينوا بالصبر والصلاة؟ كم منا من بينه وبين ابن عمومته سوء تفاهم، له سنة أو سنتين ما سلم عليهم ولا قابلهم، هل استعان بالصلاة لعل الله أن يلين قلوبهم؟ كم منا من يريد أن ينتقل بجوار والده وهو في العناية المركزة وكلما قدم طلب نقل رفض، هل استعان بالصلاة؟ الصلاة ما هي مجرد بس عبادة نريد منها أن نميز كافر مسلم كافر مسلم ونفرح، ونسينا أن الصلاة أعظم من قضية مسلم وكافر. أنت يا مسلم يا من تصلي، هل وجدت أثرها ونفعها؟ وجدت لذتها وطعمها وحلاوتها؟ هل حسيت أنك فعلا فعلا محتاج للصلاة، ولا حسيت أن المسجد محتاج لك تبغى تكثر عدد المصلين؟ هل تشعر وأنت في طائرة وتريد أن تصلي أنك بحاجة إلى الصلاة؟ تجد عندك حاجة ملحة ودموع تخرج من قلبك ليس من عينك، وتقول في نفسك أبي لو سجدة، أبي لو ركعة بس، أبغى أوقف أمام الله عز وجل. هل عندنا هذا الشعور أن حنا نحب الصلاة ونبغاها، ولا أننا إن جات جات وما جات؟ إن كان نحن من الحال الثاني فقلوبنا ميتة ولازم نعالجها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن محبي الصلاة ماذا قال عنهم؟ قال جزاؤهم يوم القيامة أنهم يكونون في ظل العرش، لأنهم يحبون الصلاة، يدور على الصلاة، يبحث عن الصلاة، يبكي للصلاة، يحزن إذا أغلق المسجد، يعلم أن الفرج كله عندما يضع جبهته في التراب أمام الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. استشعرت معي الحديث؟ لو تمد يدك يوم القيامة ما في ظل، لو تأتي بأي شيء تريد أن يكون له ظل ما له ظل، لن نجد ظل يوم القيامة إلا تحت العرش. لكن منه اللي يروح تحت العرش؟ مو أي واحد، سبعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأصناف السبعة صنف اليوم نتكلم عنهم، تدرون من هم؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. هذا الرجل ما ترك الوظيفة، موظف ويشتغل ويمكن تاجر من كبار التجار، لكن هو رايح لتجارته قلبه وراه في المسجد، وهو رايح يشتري لأبنائه طعام أو من السوق قلبه وراه في المسجد. ولذلك قبل الأذان يرفع يشوف الساعة فيقول لأولاده خلاص انتهى السوق الآن المسجد، قلبه معلق في المسجد. اللهم اجعلنا منهم. الله أكبر لا